بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر ربيع الأول يذكرنا باحتفال المصطفى صلى الله عليه وسلم بميلاده الشريف، وقد ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن سبب ذلك قال: ذلك يوم ولدت فيه. وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يحتفي ويحتفل باليوم الذي ولد فيه، ففضلا عن الشهر أيضا. وطبعا احتفال المصطفى صلى الله عليه وسلم باليوم الذي ولد فيه تعبير عن شكره لله عز وجل على ما أولاه وعلى المهمة التي شرفه بها، إذ جعله خاتم الرسل والنبيين للعالم أجمع. الشيء الذي ينبغي أن نقطفه من هذا الذي أقول وأن علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة، أن نكون أسرع إلى الاحتفال بمولده من احتفائه هو صلى الله عليه وسلم بميلاده. وأعتقد أن هذا الكلام غير خاضع للنقاش نهائيا، لكن ينبغي أن نلفت النظر إلى أن الشيء الذي يهيج الإنسان بمثل هذه المناسبة، إذا أهل شهر ربيع أو إذا جاء يوم الاثنين حتى الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يهيج الإسلام ويستثيره إلى الاحتفاء بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، الحب. فبمقدار ما يوجد الحب ويتنامى بين جوانح الإنسان المؤمن، لابد أن تهتاج بين جوانحه الأشواق إليه صلى الله عليه وسلم كلما هبت رياح ذكرى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أريد أن أقول: لا فرق بين الزمن الذي يذكرنا بمولد رسول الله أو المكان الذي يذكرنا. نحن عندما نتشرف بزيارة ضريح المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقف أمام مثواه، ما هي المشاعر التي تعتلج بين جوانحنا؟ كل منا يعلم ذلك إذا كان قد ذاق معنى محبته لرسول الله. هذا المكان الذي هيج بين جوانحنا ذكرى مولد رسول الله، كذلك الزمان. قيمة الزمان مثل قيمة المكان. الزمان الذي ينطوي ثم ينطوي ثم يعود اليوم الذي ولد فيه رسول الله، يعود الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تفوح في هذا الزمان الذي يحتضن ذكرى ولادة رسول الله، لابد أن تفوح رائحة أو عبق ذكراه بين جوانحنا، ولابد أن تهتاج بين جوانحنا مشاعر الشوق إليه، مشاعر الحنين إليه، مشاعر العودة إلى سيرته، تتبع أعماله، مناقبه. نعم، لكنني أعود فأقول: الإنسان الذي فرغ قلبه من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشعر بهذا الذي نقول به، ربما بشكل عقلاني يقر، لا يستطيع أن يناقش، لكنه لا يستطيع أن يتفاعل. نعم. فنحن عندما ننظر إلى الناس الذين يعني
فاضت بين جوانحهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن أقل شيء يذكرهم برسول الله تجعلهم يهتاجون ويتشوقون إليه. لو أن الحادي حدا بذكر رسول الله بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بثناء رسول الله تهتاج محبة رسول الله بين جوانحنا. لو أن فتحنا كتابا في سيرة رسول الله ووقفنا عند صورة من صور حياته صلى الله عليه وسلم تهتاج بين جوانحنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أننا سرنا في طريق من الطرق ورأينا أناسا ممن دخلوا الإسلام جديدا وهم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكونوا يعرفونه ثم عرفوه وتشرفوا به بعد إيمانهم بالله، تهتاج بين جوانحنا محبة رسول الله. هذا شيء طبيعي، لكن أعود فأقول أما الناس الذين هيمنت محبة الدنيا، محبة الرعونات، الأهواء، الشهوات على قلوبهم ولم يبق في أنفسهم في قلوبهم بقايا، نعم، لمحبته صلى الله عليه وسلم، لعلهم لا يدركون هذا الكلام الذي أقول. فأنا أسأل الله عز وجل أن يمتعهم بلذة محبة العبد لرسول الله، هذه المحبة التي هي فرع عن محبة الله عز وجل. من أحب الله لابد أن يحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحب الله لابد أن يحب من أثنى عليه الله. يقول عن رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم، كيف لا نحب هذا الذي قال عنه ربنا وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا باتباعه وأن يوفقنا لأن نترجم احتفاءنا واحتفالنا بذكرى مولده بالاتباع والبعد عما لا يرضي الله ومن ثم لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.